الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء
له مقاليد السماوات والأرض قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فكان قاب قوسين أو أدنى. وهو بالأفق الأعلى إلى عبده ما أوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.